كان الدولار يعادل الذهب، كانت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى تصك عملات ذهبية. كانت النقود الورقية وعداً بالدفع بالذهب، ولكن اليوم يتم دعم الدولار ومعظم العملات العالمية الأخرى ليس بالذهب بل بالإئتمان ورقة مدعومة بورقة. تعتبر تجربة ألمانيا في أوائل عشرينيات القرن الماضي القصة الكلاسيكية التي يرويها أولئك الذين يدعون للعودة إلى معيار الذهب كأفضل وسيلة لوقف التضخم واستقرار الاقتصادات، مع ارتفاع الأسعار قامت الحكومة بطباعة المزيد والمزيد من العملة وارتفعت الأسعار في النهاية لم يكن المارك الألماني يستحق، احتاجت حزم من النقود لشراء رغيف من الخبز، وكانت تكلفة طابع البريد تصل إلى الملايين. ما هي حالة الندرة إذا؟ لماذا نحتاج حتى إلى العملات المشفرة؟ دعونا نلقي نظرة على النقود اليومية التي نستخدمها. لدينا الدولار الأمريكي، اليوان الصيني، اليورو والفرنك السويسري، ما أظهره هنا هو إحصائيات حكومية رسمية حول كمية النقود المتداولة. هذا هو إم 1 الذي يشمل النقود الورقية والعملات وأيضاً حسابات التحقق وحسابات التوفير. لذا فهو يشمل النقد والأشياء التي تعمل مثل النقد معاً. كل الرسوم البيانية منذ أكتوبر 2008 صدر فيه الورقة البيضاء لبيتكوين. هذه هي المقياس الايسر لكل من هذه الرسوم البيانيه الاربعه، هذا هو عام 2008، هذا هو نهايه عام 2019. يمكنك ان ترى ان المعروض النقدي قد تضخم للجميع، لذا في غضون 11 عاما فقط زاد المعروض النقدي من الدولار الامريكي بمقدار 2.6 مره. بعباره اخرى فان الات طباعه النقود تعمل بمعدل كهذا نحن لا نلاحظ ذلك حقا لان الاسعار التي نراها ترتفع قليلا كل عام لكن الامر يشبه الضفدع في الماء المغلي اليس كذلك؟ لذا فان الضفدع لا يفهم انه يجلس في ماء مغلي حتى فوات الاوان ويصبح مطبوخا هذه هي نوعيه الوضع الذي نجد انفسنا فيه الآن الأمر هو أن جميع العملات الورقية العالمية تتجه نحو تشغيل آلات الطباعة بمعدل مقلق، لكن ما الذي يعتبر انتصارا؟ ما الذي يعتبر سليما؟ وحكيما فيما يتعلق بعملة بلدك؟ حسنا، إنه التضخم بمعدل أقل قليلا من الآخرين، أليس كذلك؟ لذا لا زلنا في هذه الحالة حيث إذا قمت بالتكبير، إذا قمت بالتكبير بالنسبة للدولار الأمريكي يمكنك أن تنظر إلى مقياس زمني يمتد لخمسين عاما سترى منحنى نمو السي هذه مشكلة يواجهها جميع المدخرين إذا كان أي شخص لديه أصول للادخار يواجه هذا التيار الذي يأتي ضدهم حيث يتم تخفيف أصولهم باستمرار من خلال النقود الجديدة التي يتم إنشاؤها السنة عام 2008 هو العام اللي صدرت فيه ورقة ناكاموتو البيضاء أن لذا هذه هي ورقة بيتكوين والرؤية الرئيسية هنا لن أذهب كثيرا في التفاصيل التقنية على الرغم من أنني أفترض أن الجميع هنا لديهم معدل ذكاء لا يقل عن 140 لذا لن يستغرق الأمر وقتا طويلا إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل لتطلع على هذه الورقة وتدرسها لكن أود أن أقول إن جائزة نوبل في الاقتصاد لا يمكن منحها لشخص مجهول لكن إذا كان ساتوشي ناكاموتو شخصا حقيقيا فإن هذا سيكون بوضوح فكرة تستحق جائزة نوبل في الاقتصاد حيث إن الاقتصاد هو في الحقيقة دراسة الندرة ما تفعله آلية توافق ناكاموتو هو أنها تو طريقة لإنشاء الندرة الرقمية دون الحاجة إلى سلطة مركزية للحفاظ على تلك الندرة. لذا في جميع أموالنا الوطنية في البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في أمريكا هذه هي جميعها هيئات مركزية تحكمها قرارات تحدد ما يجب القيام به مع عرض النقود. آه، الان النظريه النظريه الاقتصاديه الكليه هي ان عرض النقود سيتوسع وينكمش ليتناسب مع الناتج الاقتصادي الفعلي للمجتمع. لذا بعباره اخرى اذا كانت المجتمع منتجا حقا ويصنع الكثير من الاشياء فان المجتمع يكون مبررا في زياده عرض النقود لانه كان منتجا لكن المشكله هي ان الدول تواجه مشاكل يقعون في الديون، يعدون الناس بخدمات باهظه الثمن، ثم لا يستطيعون دفع ثمنها، يقترضون المال، لذا فان المشكله هي ان سوء الاداره يتسبب في خروج هذا النوع من التوازن الهش بين حجم المعروض النقدي وحجم الاقتصاد الاساسي عن السيطره. لذا لماذا من المثير ان يكون لدينا مصدر للندره لا يتطلب لجنه مركزيه تتخذ القرارات مثلما يحدث مع النقود لانه يوفر وسيله للاشخاص للخروج من نظام النقد الورقي كما انه يضع نوعا من الضغط على البنوك المركزيه النقديه مثل الاحتياطي الفيدرالي لربما تقوم بعمل افضل ربما قد نشهد عددا اقل من الازمات الماليه في المستقبل ربما لن نشهد ازمه ماليه اخرى على غرار ازمه 2019. حسنا، الطريقه التي يقوم بها اجماع ناكاموتو بذلك هي ثلاث اي طرق. اذا على مستوى الحساب كيف يمكن ان لا يتم الخلط بين بيتكوين شخص واخر؟ عندما يسجل شخص ما للحصول على حساب بيتكوين عندها يمكن القول إن ما يفعله حقا هو اختيار رقم إنهم فقط يختارون رقما من حقل مكون من 256 بت لذا فإن الناس سيئون حقا في تخيل الأعداد الكبيرة. يا لكننا نتحدث عن اختيار رقم بين صفرا وعشرة مرفوعا للقوة سبعة أي واحد مع سبعة صفرا بعده. آه نفهم مدى ضخامة ذلك. تخيل قطر مجرة درب التبانة. الآن تخيل الإلكترونات مصطفة بجانب بعضها البعض. وأنا أستخدم نصف القطر الكلاسيكي للإلكترون. هنا. عندك إلكترونات مصطفى على طول قطر مجرة درب التبانة يتضح أن ذلك ليس كافيا عليك أن تأخذ أحد هذه الإلكترونات وتكبره إلى حجم مجرة درب التبانة ثم تحصل على مجموعة أخرى من الإلكترونات تتحرك عبرها أليس كذلك؟ خذ أحد تلك الإلكترونات وتنفخها بحجم القاعة بكتيريا مصطفى هذا هو عشرة إلى القوة سبعة وسبعين. هكذا تكون المساحة الشاسعة للرقم العشوائي الذي تختاره ولهذا السبب فإن الحصول على حساب بيتكوين لا يتطلب الذهاب لملء نموذج ما وطلب الإذن للحصول على حساب. ما عليك سوى اختيار الرقم، ما عليك سوى اختيار الرقم، هذا هو مفتاحك الخاص ويجب عليك الدفاع عن ذلك لأن معرفة هذا المفتاح الخاص هي ما تحتاجه لإنفاق بيتكوين الشخص. ندره المستوى الاجمالي اي كيف نعرف كم يوجد من بيتكوين في النظام النقدي باكمله وكيف نعرف ان ذلك لن يتعرض للفساد حسنا يتم فرض الندره من خلال شبكه مفتوحه من المعدنين الذين هم في الحقيقه محاسبون فضوليون ويتم مكافاتهم على تصرفهم بما يتماشى مع مجموعه قواعد الاجماع اخيرا كيف نعرف من ارسل ماذا الى من وهو ما تسجله سلسله الكتل لذا فان سلسله الكتل هي مجموعه من الكتل يحتوي كل كتله على معاملات أن من هذا الشخص اللي ارسل المال الى هذا الشخص ومن ارسل ماذا الى من وكم المبلغ وكل كتله هي مجرد سجل لذلك كيف نعرف ان ذلك لن يتعرض للتلف مع مرور الوقت لاننا جميعا نعلم ان هناك تاكلا في البيانات اليس كذلك قد يحدث فساد قد يكون هناك بعض مثل يتحدث النص عن سوء التصرف الذي يحدث مع حالة قاعدة البيانات يتم الحفاظ على قاعدة البيانات لأن كل كتلة تحتوي على حق البيانات صغير يمكن للمنقب تغييره يطلق على ذلك اسم النانس ويقوم كل منقب بتغيير النانس بشكل عشوائي بحيث يكون هاش الكتلة أقل من رقم يسمى الصعوبة عادة عندما نتحدث عن دوال الهاش لا نهتم بالقيمة الفعلية لدالة الهاش نحن نهتم فقط بان يتطابق الهاش مع هاش اخر، مثلا اذا كنت تتحقق من سلامه ملف فسوف تاخذ هاش الملف الذي قمت بتحميله وتقارنه مع هاش الملف الذي تبحث عنه وتقارن بينهما. في هذه الحاله نحن نهتم فعلا برقم الهاش مثل مدى صغر او كبر هذا الرقم والصعوبه. هي رقم يجب ان يتم تحقيقه من قبل كل كتله، بمعنى اخر يجب أن يكون هاش كل كتلة أقل من الصعوبة وهكذا لجعل تشبيه واقعي لهذا تخيل أن لديك دفتر حسابات يحتوي على عشر دقائق من المعاملات في كل صفحة من صفحات دفتر الحسابات ترغب في إيجاد طريقة للتأكد من أن كل صفحة نادرة بطريقة ما لذا احدى الطرق التي يمكنك القيام بها هي ان تقول ان كتله كل صفحه من هذا الكتاب المحاسبي يجب ان تكون مضاعفا زوجيا من مليون ذره اليس كذلك لذا كل محاسب سيتعامل مع الورقه ويدلكها ويمسح بعض الاجزاء لانه في ذلك المستوى انت تقوم بازاله او اضافه تريليونات وتريليونات من الذرات لذا سيكون رقما عشوائيا سواء كانت اجابتك سواء كانت صفحتك في الواقع مضاعفا دقيقا لمليون ذره اليس كذلك؟ بمجرد العثور على ذلك ستكون تلك صفحه نادره انها صفحه نادره لانها تحتوي على مضاعف دقيق لمليون ذره. وبما انه الان تمثيل رقمي يمكنك نسخه بدقه اليس كذلك لذا لديك الان سلسله من الكتل كل واحده من هذه الكتل تحتوي على هذه السمه النادره وتربط تقنيه البلوكشين بينها جميعا نناقش الندرة في بيتكوين ومونيرو كلاهما له قاعدة كود أصلية العديد من المشاريع في عالم العملات المشفرة التي ببساطة إنشاء بيتكوين من كود موجود وتعديله لكن ليس في مونيرو فقد تم كتابته وان من الصفر المنحنيات البيانية المستخدمة مختلفة نوع من التحوط الفني بيتكوين يستخدم منحنى SECP256K1 مونيرو يستخدم ED22520 يتطلب كل من بيتكوين ومونيرو لما ذكرت سابقا مفتاحا خاصا مثلما يتطلب انفاق العمله المشفرة ان تعرف رقما وهو المفتاح الخاص وهذا صحيح في كل من بيتكوين ومونيرو حيث نبدا في الاختلاف هو ان مونيرو يحتوي ايضا على ما يسمى بمفتاح العرض مفتاح العرض هو مفتاح خاص اخر وهو في الواقع نوع من مجموعه فرعيه من مفتاح الانفاق مفتاح العرض هو ما تحتاجه لفك تشفير المعاملات على البلوكشين التي تشارك فيها شخصيا إذا كان عندك مفتاح العرض يمكنك رؤية المعاملات كنت مشاركا فيها على سلسلة الكتل كل شيء آخر يبقى مشفرا مساحة العناوين في بيتكوين 1060 وفي مونيرو 1076 لذا هناك المزيد من العناوين في مونيرو مما يعني أنه إذا كنت قلقا بشأن مشكلة عيد الميلاد إذا كان لديك مجموعة من ثلاثين شخصا فإن الفرص تكون أعلى بكثير مما تتوقع أن يكون هناك شخصان لهما نفس عيد الميلاد لذا إذا قمت بتمديد هذا الآن إلى مشكلة اختيار رقم عشوائي واعتباره ملكك لحساب عملة مشفرة فستواجه نفس المشكلة مثل انه ما في ضمان بانه الرقم العشوائي اللي تختاره لحساب عملتك المشفره من يتم اختياره لاحقا من قبلي. هذه هي مشكله عيد الميلاد، وبالتالي فان مشكله عيد الميلاد تقلق اقل كلما زادت عدد العناوين. شالوا تباطؤ الانبعاث، فرق بين بيتكوين ومنيرو، في بيتكوين يكون تدريجيا شيء يسمى تقليل المكافاه كل اربع سنوات. في بيتكوين يتم تقليص عدد البيتكوينات التي تمنح للعمال ماينرز كمكافاه للعثور على صفحه في سلسله الكتل الى النصف مما يعني انه في تقويم كل عامل تعدين هناك تاريخ محدد باللون الاحمر يشير الى ان دخلهم سيتقلص الى النصف وهذا يقدم مجموعه من الدراما غير الضروريه حقا في التعدين في مونيرو نتجنب ذلك من خلال وجود معدل انبعاث متناقص باستمرار الفرق الاخر هو في معدل انبعاث العملات في المستقبل البعيد لذا في بيتكوين فان مكافاه الكتله في النهايه تصل الى الصفر وهم يتوقعون استخدام رسوم المعاملات لتعويض الفارق في مونيرو عندنا قلق نبي ان نكون متاكدين دائما من ان المعدنين سيكون لديهم حافز للاستمرار في العمل من اجل النظام ليزا في مونيرو عندنا ما يسمى بانبعاث الذيل واللي يعادل 0.6 مونيرو لكل كتله يستمر ذلك الى الابد ولكن تلك الاموال بشكل اساسي تستخدم لدفع اجور المعدنين للاستمرار في توفير الامان للشبكه ما هو معدل التضخم في المستقبل البعيد إذن في بيتكوين يمكنهم القول انه صفر بالضبط في بيتكوين يحب الناس ان يقولوا انه لن يتم انشاء اكثر من 21 مليون بيتكوين وهذا شيء سهل الفهم للناس ولكن في مونيرو لدينا تضخم خطي مستمر لكن من غير الصحيح حقا القول ان هذا عرض غير محدود كما يقال لانه اذا نظرت الى معدل التضخم في مونيرو فانه يقترب بشكل اساسي من الصفر إذا نظرت إلى أي نظرية اقتصادية كلية فإن المتغير المعني هو معدل التضخم لا يهتم أحد حقا بالمبلغ الاسمي للدولار الأمريكي الدولارات ترتفع بمليارات الدولارات سنويا النسبة هي ما يهم وفي مونيرو تلك النسبة منخفضة بالفعل وستستمر في الانخفاض بعض المنحنيات لتوضيح ما أتحدث عنه هذه هي منحنيات انبعاث العرض التي تظهر عدد العملات من كل نوع الموجودة كدالة للوقت يمكنك أن ترى أن مونيرو بدأ في وقت لاحق هنا ولديه انبعاث ذي ذيل هذا الانبعاث ذو الذيل هو هذا الميل الخطي الثابت لذا فإن سبب هذا الميل مرة أخرى هو أن العملات الجديدة التي يتم إصدارها تكافأ بها بينما في بيتكوين عندهم مشكلة وشيكة يجب التعامل معها وهي أن انبعاث عملتهم يقترب من علامة 21 مليون سيصل إلى الصفر بشكل أساسي وهناك بعض الأوراق التي اقترحت أن أمان الشبكة قد يكون في خطر في تلك المرحلة ماذا لو أخذنا المشتق الأول لهذه المنحنى؟ لذا ننظر إلى مقدار العرض الإضافي في هذا العام مقارنة بالعام الماضي. بعبارة أخرى، ما هو معدل التضخم؟ إليك ما تراه. انا اقارن هنا عده اصول مختلفه لذا هذه هي معدل التضخم للذهب عاده لا نفكر في الذهب كانه يتضخم لكن بالطبع هناك عمال مناجم هم عمال مناجم فعليون يحفرون في الارض ويستخرجون قطع الذهب لاضافتها الى العرض العالمي من الذهب الموجود فوق الارض وبذلك يتبين أن معدل التضخم في الذهب يبلغ حوالي 51% سنويا إذا إذا كنت تعتبر الذهب كعملة سليمة فإن معدل التضخم البالغ 1.5% سيكون بمثابة خط في الرمال كما ترى فإن كل من بيتكوين ومنيرو الخط الأزرق المنقط يظهر أين نحن الآن؟ إن نحن نقترب من نقطة مثيرة جدا في تاريخ العملات المشفرة حيث كان هناك الكثير من الانبعاثات happening حتى الآن من أجل طرح هذه العملات كانت مكافآت الكتل مرتفعة نسبيا لكن الآن نقترب من نوع جديد من الندرة إذا نظرت إلى هذا على اليمين هنا وفي الواقع من المتوقع أن يكون معدل التضخم لمونيرو أقل من معدل التضخم لبيتكوين خلال السنوات الست المقبلة حتى عام 2025 ثم سيكون هناك فترة أربع سنوات عندما يكون المعدلان متساويين تقريبا ثم بدءا من عام 2029 ستنخفض نسبة التضخم لبيتكوين مرة أخرى تحت مونيرو ولكن مرة أخرى يأتي هذا مع علامة استفهام كيف سيتم دفع الأموال لهؤلاء المعدنين ليكونوا محفزين لدعم الشبكة؟ نظرا لأن هذه ميزة حاسمة في توافق ناكاموتو فإن جميع المعدنين يتم تحفيزهم نظريا في اللعبة ليكونوا صادقين وألا يحاولوا استغلال النظام من أجل جشعهم أنحنكي إليك نوع من الندرة غير المرغوب فيها وهو أجهزة التعدين وهذه قضية كبيرة في مونيرو في ورقة بيتكوين البيضاء كتب ناكاموتو وحدة معالجة مركزية واحدة صوت واحد والفكرة هي أن المكافأة التي يحصل عليها المعدن يجب أن تكون متناسبة مع جهده، يجب أن تكون متناسبة مع النفقات التي تكبدها المعدن في عملية التعدين بعبارة فرك يجب أن تكون هناك وظيفة خطية مثالية بين نفقات المعدن ومكافأته الآن للأسف دمرت اقتصادات الحجم في تصنيع السيليكون هذه العلاقة الخطية لذا بعبارة أخرى إذا كان لديك حوالي 25 مليون دولار لإنفاقها على منشأة تصنيع جديدة في شنشن فيمكنك إنتاج شرائح السيليكون الخاصة بك التي لا تفعل شيئا سوى إثبات العمل لبيتكوين أليس كذلك؟ آه هذه هي أجهزة آسك وقد كانت موجودة على شبكة بيتكوين لعدة سنوات الآن الى درجه ان تعدين بيتكوين اصبح في الاساس احتكارا صينيا. وهذا يثير قلقا بشان المركزيه اليس كذلك؟ ليس بالضروره مشكله ان تكون الصين هي التي تمتلك كل التعدين، انها مشكله اكبر تتمثل في ان منطقه معينه من العالم تتحكم بشكل اساسي في كل قوه تجزئه بيتكوين في العالم. هناك مزيد من الاخبار التي تثير القلق على سبيل المثال الحرب التجاريه المتزايده بين الصين والغرب. لسينك مقال صحفي يقول ان الحكومه الصينيه قد اصدرت مؤخرا مرسوما يقضي بان يتم استخدام اجهزه الكمبيوتر الصينيه فقط في المكاتب الحكوميه بدءا من العام المقبل. هناك موعد نهائي يجب بموجبه طرد جميع اجهزه دال والشركات الامريكيه الاخرى. لذا قد يحدث شيء مشابه لأجهزة تعدين بيتكوين المصنعة في الصين نحن نأخذ كأمر مسلم به أن هناك تدفق حر للبضائع في العالم ولكن ماذا يحدث إذا كانت جزء واحد فقط من العالم يتحكم في تصنيع كل قوة تجزئة العملات المشفرة ثم لا يستطيع حتى تصديرها بسبب حرب تجارية لذا في مونيرو حاولنا أخذ مركزية بجدية لذا قمنا بإجراء بعض التغييرات على إثبات العمل لدعم الشخص الصغير الذي يقوم بالتعدين، أي أنه عندما بدأت بيتكوين، كان من الممكن لشخص عادي يقوم بتشغيل عميل بيتكوين على جهاز الكمبيوتر الخاص به أن يحصل فعلاً على فرصة للحصول على مكافأة تعدين. تلك الأيام ولت منذ زمن بعيد، لأن قوة التجزئة الآن تهيمن عليها هذه المزارع الضخمة من أجهزة إيسك. لذا. فانه من الياس لاي شخص صغير ان يحاول تعدين بيتكوين في مونيرو نحن نحاول تغيير ذلك لذا تم تعديل اثبات العمل عده مرات والان اعتبارا من الشهر الماضي اصبح اثبات العمل في مونيرو هو راندوم اكس الذي يستخدم في الواقع كل قدره من قدرات وحده المعالجه المركزيه في تنفيذ اثبات العمل هناك برنامج عشوائي يتم تنفيذه بشكل اساسي، يحتاج كل نواة من المعالج الى جيجا بايتين من الذاكرة العشوائية رام للعمل بشكل جيد، لذا كانت هذه قرار تصميم تم اتخاذه لجعل من الصعب على الشبكات الآلية السيطرة على الشبكة. لانه اذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مصابا بشبكه بوت و14 من اصل 16 جيجا بايت من الذاكره العشوائيه رام يتم استهلاكها فمن المحتمل انك ستلاحظ ذلك، لذا كان ذلك قرار تصميم متعمد في راندوم اكس لاستخدام كميه عاليه من الذاكره العشوائيه المطلوبه للمعالجه هناك مصدر اخر للندره ليس بالضروره ما تريده في سلسله الكتل وهو الوصول الى الطبقه الاولى فان حد كتله بيتكوين البالغ ميجا بايت تسبب في انقسام المشروع كان هناك اساسا حرب اهليه في بيتكوين حول ما اذا كان من المقبول ان تبقى الكتل عند حد ميجا بايت واحد لا تزال هذه الحرب مستمره حتى يومنا هذا انها لا تزال حربا مقدسه وهذا شيء تجنبته منيرو حتى الان وحلها لذلك هو استخدام حجم كتله تكيفي حيث يكون الحد الاقصى لحجم كتله منيرو مرنا ويمكن ان يتوسع او ينكمش بشكل عضوي مع الطلب مع وجود بالطبع احكام هناك لمنع استغلال النظام وهناك أبحاث مستمرة لتقليل حجم المعاملات كانت هناك إثباتات رصاصة تم إدخالها مؤخرا والتي قللت من أحجام المعاملات بمقدار عشر مرات وفي ليلة وضحاها انخفضت رسوم المعاملات لتداول منيرو بمقدار عشر مرات لأن رسوم المعاملة تعتمد على حجم الكيلو بايت للمعاملة هذا الطفل عمره ثانية واحدة فقط. هنا في غرفة الولادة في مستشفى جبل سيناء في نيويورك. لقد فاز للتو في أول معركة له، معركة الحياة. سمح والديه لكاميراتنا بتصوير ولادته. تم أخذ بصمات قدميه للتعرف عليه. لا يزال عمره أقل من دقيقة، وهذه هي سجله الأول. لقد بدأت، محاكمته. عندما يصبح هذا الطفل شابا يحتفل بعيد ميلاده السابع عشر سيكون العام وثمانين ستكون 1978 هي العالم الذي توقعه جورج اورويل عالم خال من الخصوصيه عالم يراقبه الاخ الاكبر ام سيكون لهذا الطفل ما اطلق عليه القاضي برانديز في بدايه القرن حقنا غير القابل للتصرف الحق في الاستمتاع بالحياه الحق في الخصوصيه البيتكوين شفاف، لذا اذا كنت جديدا في عالم العملات المشفرة قد تكون لديك انطباعات خاطئة بانك اذا كنت تمتلك بيتكوين فانت مجهول الهوية، انها تلك الاموال السحرية المجهولة على الانترنت التي قد تكون سمعت عنها. لا يمكن ان تكون الحقيقة ابعد من ذلك، تواصل الصحافة الشعبية دفع هذه السردية المضللة. البيتكوين شفاف تماما. وإذا قرأت الورقة البيضاء للبيتكوين فكل شيء موجود هناك يتم تحديد أن المرسل والمستقبل وكمية الأموال المرسلة يتم تسجيلها بنص واضح وتسجيلها في البلوكشين والذي بسبب وجود كل هذا الإثبات للعمل خلفه تذكر ما كنت أقوله عن كل معاملة في الكتلة التي تحتوي على هاش يجعلها مجموعة بيانات نادرة وفريدة جدا إنها مسألة مضاعفات مليون ذرة أليس كذلك؟ لذا بشكل أساسي هذه التفاصيل الشفافة مكتوبة ومنقوشة في ذلك البلوكشين إلى الأبد لا يوجد مفر من ذلك إنه من غير متوافق على سبيل المثال مع قانون الخصوصية الأوروبي GDPR التي تتضمن حق النسيان وهو حق غير موجود في البيتكوين بمجرد أن يتم إدخال معاملة في بلوكشين البيتكوين فإنها تبقى هناك، لأنها موجودة إلى الأبد. والشيء الوحيد الذي ليس شفافا تماما هو أن عنوان البيتكوين هو مجرد سلسلة سداسية. أليس كذلك؟ أو إنها سلسلة، أعني عندما تنظر إلى الأمر كل شيء هو سلسلة سداسية لكن عنوان البيتكوين هو تسلسل من الحروف والأرقام يبدو مجهول الهوية لكن براين بمجرد أن يرتبط ذلك باسمك ووجهك فإن هذا الارتباط وهذه البيانات الوصفية وهذا الزواج بين رقم حساب البيتكوين وهويتك لا يتغير لذا لأن البلوكشين محفور في الحجر إلى الأبد وهو في حالة نمو مستمر فان مهمه الاشخاص الذين يحاولون التعرف على الجميع وكشف هويتهم هي مجرد لعبه انتظار عندك هذه البلوكشين كل يوم تحصل على قطعه صغيره من المعلومات او تعرف جو في لايبزيغ تعرف سجل في البورصه صحيح لذا الان معلومات هويتهم مرتبطه بهذا تستمر هذه البيانات الوصفيه في التجمع على هذا البلوكشين حتى تصل إلى حالة الأمور أسوأ بكثير مما هي عليه في العملات التقليدية عندما يكون لديك حساب مصرفي بالعملة الورقية فإنك لا تتوقع أن يقوم البنك بنشر كشف حسابك الشهري على لوحة الإعلانات خارج البنك ليشاهده الجميع أليس كذلك؟ هذه بالضبط الحالة في البيتكوين ليس فقط الاشخاص في حيك هم من يمكنهم رؤيتها، الجميع يمكن للجميع في العالم ان يروا من ارسل ماذا الى من؟ ومتى؟ النتيجه المؤسفه لذلك هي ان للبيتكوين تاريخا وراءه، يا اليس كذلك؟ لذا تذكر انه في البيتكوين كل بيتكوين موجود، اولا جاء كجائزه ذهبت الى عامل التعدين. بمجرد أن يحصل المنقب على البيتكوين ثم ينفقه يبدأ في التداول في اقتصاد البيتكوين أليس كذلك؟ ولكن إي لأن البلوكشين شفاف فهو واضح تماما يمكن تتبع التاريخ الكامل آه لكل بيتكوين موجود الآن إلى هذا الشخص وذلك الشخص وهذا الشخص وصولا إلى الوقت الذي تم فيه تعدينه كان عندك ورقة نقدية بقيمة 10 يورو وعلى ظهر تلك الورقة النقدية ترى قائمة جميلة تظهر كل من امتلكها قبلك أليس كذلك؟ ما هي العواقب السلبية المحتملة لذلك؟ ماذا عن الأشخاص الأبرياء الذين يتم اتهامهم زيفاً؟ لأنهم تلقوا أموالاً من شخص كان دون علمهم متورطاً في شيء غير جيد أليس كذلك؟ هذا بياخذ في البيتكوين في سمعة في البيتكوين تنتقل بالإضافة إلى القيمة. وهذا هو ما يثير القلق بشكل عميق بشان وجود هذا واطلق عليه اسم عمله المراقبه في عمله المراقبه ليس فقط القيمه هي التي تنقل بل السمعه ايضا مما يعني انه اذا كنت تقبل المال من شخص ما فانت ايضا تقبل حياته مثل تاريخ حياته لقد جاء اليك ايضا ليس فقط القيمه على النقيض مونيرو قابلة للتبادل القابلية للتبادل تعني فقط أن كل وحدة من العملة لا يمكن تمييزها عن الوحدات الأخرى لذا إذا كان لدي عشر مونيرو وكان لديك عشرة مونيرو ثم نتبادل كلاهما العشر مونيرو مع أشخاص آخرين فإنها ستظل تبدو كعشرة مونيرو لا يوجد تاريخ يعمل تماما مثل ورقة نقدية يعمل تماما كما تتوقع أن تعمل النقود وهي تفعل ذلك من خلال اضافه ثلاث تقنيات فوق ما تفعله بيتكوين للحفاظ على الخصوصيه، واحده منها هي التوقيعات الدائريه. في التوقيعات الدائريه يتم ترتيب مرسل الاموال مع عشرة مرسلين اخرين للاموال والشيء الوحيد اللي تعرفه حدث في تلك المعامله هو ان واحدا من بين هؤلاء ال عشر شخصا ارسل المال اللزام يبدو انه في كل مره تنفق فيها المال عندك الآن عشر أصدقاء أو عشر أشخاص عشوائيين عشر خدع أو كل ما تعرفه من الناحية التشفيرية هو أن واحدا منكم قد أرسل المال لذا فإن ذلك يحمي هوية المرسل ماذا عن هوية المستلم؟ حسنا حساب مونيرو الخاص بالمستلم لا يظهر غير مشفر على سلسلة كتل مونيرو لذا فان عنوان الاستخدام لمره واحده هو ما يتم وضعه على سلسله الكتل وهذا يحمي خصوصيه المستلم ماذا عن المبلغ الذي يتم ارساله لانه توجد هجمات يمكن القيام بها من خلال معرفه مثل مراقبه نمط انفاقك هداد مغطى بتقنيه رينج سي تي اللي تم تطويرها في الاصل لبيتكوين ولكنها في الواقع تم تنفيذها اولا في مونيرو رينج سي تي تعني المعاملات السريه وكل هذه العناصر تتضافر لتجعل قابليه تبادل مونيرو لذا النتيجه النهائيه انه في مونيرو العملات لا يمكن تمييزها او انها بلا ذاكره ليس لديهم ذاكرة عن الاماكن التي كانوا فيها، وهو ما تريده حقا في المال، لان العكس، اذا كان لديك مال ذاكرة مثالية، كما هو الحال في بيتكوين، فان ذلك للاسف يستخدم بشكل خاطئ لربط انشطة اشخاص ليس لديهم اي علاقة ببعضهم البعض. لان منير للتبادل، يستفيد المستخدمون من الخصوصية لذا فإن سلسلة كتل مونيرو عامة مثل بيتكوين هناك دفتر أستاذ مشترك يوضح من أرسل ماذا إلى من ويمكن للجميع الوصول إليه كل ما عليك فعله هو تنزيل برنامج مونيرو تينانياو وستتمكن أيضا من الحصول على نسخة من هذا السجل الذي يحتوي على التاريخ الكامل لمن أرسل ماذا إلى من الفرق هو أنه في مونيرو تفاصيل هذه السلسلة الكتالية مشفرة أليس كذلك؟ لذا إذا نظرت إليها سترى قمامة مشفرة لا يمكنك القيام بما يمكنك القيام به في بيتكوين وهو كتابة عنوان بيتكوين لشخص ما ورؤية مقدار المال الذي يملكه على الفور أليس كذلك؟ أمثل عملاء ذوي ثروات عالية ومستثمرين مؤسسيين وبالنسبه لهم فان هذا النوع من الميزات يعد عامل توقف مثلما لا يريد اي شخص ثري ان يقوم اي شخص في العالم بكتابه رقم حسابه البنكي ورؤيه مقدار المال الذي يملكه على الفور او رؤيه اي تحويلات ماليه تخرج او تدخل على الفور كما يمكنك ان تفعل في سلسله كتل بيتكوين يمكنك اعداد روبوت الي صغير لمراقبه سلسله الكتل نيابه عنك وارسال تنبيه الى هاتفك المحمول كلما حدثت معامله داخل او خارج اي عنوان بيتكوين تختاره اليس كذلك؟ هذا النوع من المراقبه وهذه الدعوه لتكون مزعجا لجارك جوهري من بيتكوين كلما تعمق الامر في المجتمع اصبح اكثر خفاء واصبح تهديدا اكبر لخصوصيتنا جميعا لذا فان الافتراء الذي يحدث هو انه حسنا لديك هذا المال الذي ليس له تاريخ يبدو ان المجرمين فقط هم من سيرغبون في استخدامه هذا افتراء انا متعب نوعا ما من سماعه مونيرو يفيد الأشخاص الذين ليس لديهم ما يخشونه لذا فإن الفائدة الرئيسية هي أنه مع المال الذي لا يحمل ذاكرة لا داعي للقلق من الاتهام الزائف بالقيام بأعمال غير مشروعة بسبب كونك على بعد خطوة واحدة من شخص يعتبر سيئا بشكل أساسي لما تقبل عملة مراقبة فإنك تقبل المخاطر بأن شخصا غير مرغوب فيه سيرسل لك شيئا على سبيل المثال عندك عمل تجاري تبيع ملصقات او قمصان او تيشيرتات او شيء بسيط وانت تقرر انك ستقبل بيتكوين لعملك اليس كذلك دون ان تدري تتلقى طلبيه تيشيرت من كما تعلم احد العصابات او كما تعلم تاجر مخدرات او شخص من هذا القبيل ان ما اعرف انهم تجار مخدرات يرسلون لك بعض بيتكوين كبائع قمصان تحتاج إلى الحصول على المال من الناس، ولكن لأن الأشخاص الذين يراقبون سلسلة الكتل ويضعون الوجوه والأسماء على العناوين في سلسلة الكتل لا يعرفون ذلك، لذا يمكنهم محاولة برمجة ذلك، ولكن في النهاية هو تقييم احتمالي هل هذه الشخصية السيئة مرتبطة بك حقًا؟ لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يكتشف بها شخص ما أنه تعرض للعض هي أنه أرسل لي كوين بيز بريدا الكترونيا وتم اغلاق حسابي او حتى البنك التقليدي الذي كنت مرتبطا به مع منصه تبادل العملات المشفره الخاصه بي يعتقد ان هناك شيئا مريبا عني، الان قام البنك التقليدي بتجميد اموالي لسبب ما ولم يكن لذلك اي علاقه بما فعله الشخص المعني. المشكلة أن المال نفسه لديه هذا العيب القاتل المتمثل في وجود تاريخ كامل وراءه إنه ليس حقا مالا ، إنه مثل ، إنه مثل دمى البيبي ، إنه مثل المقتنيات ، إنها مثل العناصر القابلة للجمع المتداولة في اقتصاد ليست مالا حقيقيا حسنا، أريد أن أترك بفكرة حائزة على جائزة نوبل، لذا أجد أن عددا قليلا من الناس سمعوا عن هذه الورقة، حصل جورج أكرلوف على جائزة نوبل في اقتصاديات عن عمله حول المعلومات غير المتناظرة في الأسواق، هل يعرف أي شخص هنا هذه الورقة جيدا؟ حسنا، حسنا. عظيم، سأشرح ذلك باختصار، هناك نوعان من السيارات المستعملة أليس كذلك؟ هناك سيارات مستعملة سيئة تسمى ليمون، تشتريها وتتوقف، تلك هي ليمون. النوع الاخر من السيارات المستعملة هو خوخ. هذه هي السيارات الجيدة، لذا فإن أصحاب الخوخ قاموا بكل الصيانة، غيروا الزيت، قاموا بكل العمل للتأكد من سيارة جميلة للبيع. يعلم البائعون ما إذا كانوا يبيعون ليمونة أم خوخة، البائع يعرف ذلك. إذا كنت تبيع سيارة معطلة تعرف ذلك، تحاول كسب المال من بيع هذه السيارة. إذا كانت لديك سيارة جيدة تعرف ذلك بصيانتها. ومع ذلك فإن مشتري السيارة جاهل، لأن بائعي الليمون وبائعي الخوخ يتأكدون تماما من أن طلاء السيارة لامع جدا، لذا تبدو جميع السيارات متشابهة للمشتري. إذا يعرف المشتري أنه في وضع ضعيف، يعرف المشتري أنه قد يحصل على سيارة معيبة لأن المشتري جاهل لكنه ليس جاهلا تماما فهو في الواقع مدرك لجهله بسبب ذلك يقوم المشتري بعد ذلك بتعديل سعر عرضه ليكون أقل قليلا من سعر الخوخ سعر العرض للسيارة ما يكون قريبا من سعر الخوخ هنا سيكون أقل قليلا أليس كذلك؟ ماذا يحدث بعد ذلك؟ اذا كنت تبيع سياره معيبه ورايت هذا السعر المرتفع المعروض للسيارات فانت سعيد، اليس كذلك؟ آه لان ليمونتك ان اللي هذا السعر المنخفض يمكن ان تباع بهذا السعر، لذا فان بائعي الليمون سعداء، هناك المزيد من السذج هناك لشراء ليمونهم، اليس كذلك؟ ماذا عن بائعي الخوخ بائعي الخوخ هم الذين قاموا بالعمل للحصول على سياره جيده للبيع يرون هذا السعر المعروض الذي هو اقل من سعر الخوخ هم محبطون ومهانون قليلا أليس كذلك؟ لأن كل العمل الذي قاموا به وكل العمل الجيد الذي قاموا به للحفاظ على تلك السيارة جيدة واتباعهم لجميع القواعد مع سيارتهم فإن هذا السلوك الجيد لا يكافأ على شكل سعر مرتفع من المشتري أليس كذلك؟ لذا فإن بائعي الخوخ يشعرون بالإحباط فيغادرون السوق ما يحدث هو أن بائعي الخوخ يغادرون حسنا الآن يدرك المشترون أن فرصتهم في شراء ليمونة قد زادت للتو لذا فإن السعر اللي حيقدمونه ينخفض عندك سباق نحو القاع يستمر سعر العرض في الانخفاض انخفاض انخفاض يغادر جميع البائعين الجيدين السوق لأنهم لا يتلقون تعويضاً عادلا عن العمل الذي قاموا به. ما علاقة ذلك بالعملات المشفرة؟ تعتبر العملات التي تستخدم في المراقبة والتي تحتوي على سجل كامل وتاريخ كامل لمن امتلكها بمثابة السيارات المستعملة في عالم العملات المشفرة. لذا كلما اشتريت بيتكوين من شخص ما ولم تكن تعرف تاريخ تلك البيتكوين فأنت في هذه الحالة مثل مشتري السيارة المستعملة لا تعرف إذا كنت ستقبل هذه البيتكوين هل سأكون بخير؟ أم سأتهم زورا بما لا يعرفه أحد من يدري ما الجريمة المحتملة التي قد تكون قد ارتكبت مع الشخص الذي كان يمتلك تلك البيتكوين الآن انت لا تعرف ما اذا كان ذلك سيحدث لك، لذا كمتلقي لبيتكوين انت في موقف مشتري السياره المستعمله اليس كذلك؟ ما تم تحديده في هذه الورقه كوسيله لتجنب هذا السباق نحو القاع هو اشاره لذا في سوق السيارات على سبيل المثال هناك ربما شيء مشابه لذلك في اوروبا حيث يمكنك ادخال رقم السلسله رقم في ان لسياره ثم تحصل على تقرير عن كل يمكنك ان ترى اذا كانت قد تعرضت لحادث هل هذا غير موجود في اوروبا فكرة عمل لشخص ما إنها موجودة في الولايات المتحدة تسمى كارفاكس وتقوم بإدخال رقم تسلسلي لسيارة وتظهر جميع تاريخها السابق يمكن أن تساوي هذه المعلومات بين المشترين والبائعين للسيارات أليس كذلك؟ هذا يحدث أيضا في سوق العمل لذا فإن التعليم هو حالة مشابهة فإذا كنت مديرا وتوظف عاملا لديك مئة عامل يتقدمون للوظائف جميعهم يبدو مشابها لك لأن الأمر مثل يبدأ الجميع في الظهور متشابه مثلما تبدو جميع السير الذاتيه متشابهه بعد فتره، اليس كذلك؟ فكيف سيستطيع بائعو عملهم تمييز انفسهم؟ سيكون لديهم اشاره، لذا فان التعليم هو اشاره كما ان المعلومات في سوق السيارات المستعمله هي، اليس كذلك؟ لذا بشكل اساسي يتولى بائعو العمل مسؤوليه الحصول على المؤهلات التعليميه، للاشاره الى مشتري العمل. أن عملهم سيكون له قيمة أكبر، أليس كذلك؟ للأسف ما يحدث هو أن بائعي التعليم يدركون ذلك ثم يبدأون في بيع التعليم، لأنهم يعرفون أن الأشخاص الذين يأتون من أجل التعليم سيحصلون فقط على إشارة توظيف، وبالتالي فإن الغرض الفعلي من التعليم يضيع لذا يحدث هذا ايضا في العملات المشفره غير القابله للتبادل لذلك في الوقت الحالي يجب على اي شخص يسجل حسابا في تبادل مركزي ان يقوم بكل انواع الامور المهينه عليك أن تحمل صورة من هويتك يعني يجب أن تكتب ملاحظة صغيرة بخط اليد تقول هذا هو اسمي. عليك أساسا تقديم كل هذه الأشياء فقط لتعتبر جديرا بالمشاركة في هذه الاقتصاديات الخاصة بالعملات المشفرة. لذا فإن ذلك يعتبر إشارة في هذا السياق أيضا لكن ما هو مثير للاهتمام هو انه في العملات المشفرة تتحمل التبادلات حاليا عبء العناية الواجبة تجاه عملائها اليس كذلك؟ لذا فانها تمثل نفقات على التبادلات للتحقق من جميع هؤلاء الاشخاص. قد يكون انه في المستقبل تماما كما هو الحال في سوق التعليم وسوق السيارات سيكون البائع هو من سيتعين عليه بشكل متزايد اجتياز العقبات لاثبات جدارته في هذا النظام باكمله حسنا كير اني فيصل ياخذ خطوة الى الوراء، لقد استعرضت الندرة في البيتكوين والمنيرو، وقد استعرضت القابلية للتبادل والخصوصية في البيتكوين والمنيرو، وإذا نظرنا إلى الوراء يمكنني تحديد ما أعتقد أنه سبب يجعل العملات المشفرة لن تختفي ولماذا هي هنا لتبقى. الآن لدينا الإنترنت ولدينا الاتصالات المحمولة. كل شخص هنا لديه على الأقل جهاز واحد جيد جدا. في نسخ الحزم، أليس كذلك؟ هذا ما هي عليه الهواتف المحمولة، إنها مجرد نسخ حزم، عندما تسترجع بريدك الإلكتروني، فإنك تقوم بنسخ الحزم من خادم البريد الإلكتروني إلى هاتفك للتحقق، أليس كذلك؟ لقد أصبحنا فعالين، بشكل استثنائي في نسخ الواحد والصفر على مستوى العالم، التكلفة الهامشية لنقل هذه البيانات تساوي صفر. ما هو النادر في ذلك العالم ما هو النادر في عالم حيث يمكن لكل إنسان على وجه الأرض بشكل أساسي نسخ الواحدات والصفرات في أي مكان حول العالم مجانا؟ إيه حسنا سيكون هناك ندرة رقمية وخصوصية رقمية الندرة الرقمية بمعنى أن هناك تسلسلا من الواحدات والصفرات التي تعرفها فقط وهو ما يعرف بالعملات المشفرة وهذا هو المفتاح الخاص والخصوصيه انه اللي عندك فيها سلسله من الواحدات والصفر، ايضا اللي تعرفها فقط ولم تشاركها مع الجميع، مثلما شاركت محتويات غدائك على فيسبوك مع العالم باسره وتفاصيل اخرى من حياتك التي تم نسخها بشكل اساسي، هذان هما الشيئان اللذان سيكونان نادرين في المستقبل، الندره الرقميه والخصوصيه الرقميه. تقدم العملات المشفرة كلا الامرين وتقدم العملات المشفرة مثل مونيرو كلا الامرين لانها توفر الخصوصيه ايضا لذا قيم المال الذي نستخدمه هي القيم التي تحددها الحكومه الفواتير والعملات المعدنيه ليست ذات قيمه تساوي المبالغ التي تمثلها ومع ذلك، فإن قيمتها الإسمية مضمونة، ليس فقط من خلال احتياطيات ضخمة من الذهب والفضة، ولكن أيضاً من خلال استقرار الحكومة التي حددت تلك القيم. طالما أن الناس يظلون واثقين من أن حكومتنا قوية وآمنة، فسوف يستمرون في قبول وإنفاق أموالها بحرية، دون التساؤل عن قيمتها. لذا في الماضي عندما كان لدينا المال القائم على الثقه كان اساسا جنسيتك تخبرك باي مجتمع تنتمي لاغراض المال. اذا ولدت في منطقه اليورو حسنا فانك تستخدم اليورو. انا ولدت امريكيا واستخدم الدولار. هذا النوع من الامور يقال لك عند الولاده كحادثه لمكان ولادتك. الآن مع العملات المشفرة نظرا لأن نظام المحاسبة هو شبكة لا مركزية من الحواسيب التي يمكن أن تكون عالمية فإن فكرة الارتباط أصبحت الآن أكثر مرونة إنها أكثر انفتاحا إنه حقا مثل إصلاح الكنيسة مثل ألماني آخر مشهور مارتن لوثر مثل من حرر اللاهوت من نوع السيطرة المركزية للكنيسة الكاثوليكية، وحرر هذه القدرة للناس على اختيار طريقة عبادتهم كما يشاؤون. نوع مشابه من الامور اصبح ممكنا الان بفضل اجماع ناكاموتو الذي مر عليه الان 11 عاما وشهر. الآن أصبح بإمكان كل واحد منا أن يختار مجموعة، يختار كنيسته الخاصة، يختار مثل، هذا ليس دقيقا تماما، لكن أعتقد أنك تفهم ما أعنيه. يمكنك اختيار مجموعتك الخاصة من الأشخاص الذين يتفقون على خصائص معينة يريدون أن تتوفر في أموالهم وأنت حر في الارتباط بكل من تلك المجموعات. لذا فان بيتكوين هو احد هذه المجموعات، هذه واحده من تلك المجموعات التي يبدو انها لا تهتم كثيرا بحقيقه ان العمله لديها معرفه كامله بالتاريخ لكل عمله فرديه موجوده وهذه جمعيه كبيره من الناس جميعهم لديهم الاعتقاد المشترك بان الرمز الذي يتتبعونه على سلسله الكتل الخاصه بهم هو مال، اليس كذلك؟ وهكذا هناك نوع مشابه من تشكيل المجتمعات يحدث مع العملات المشفرة لذا أود أن أشارك بعض ملاحظاتي حول مجتمع مونيرو وبالمناسبة أنا أعمل كمتطوع هنا دفعت من جيبي الخاص لأتيت إلى هنا من بوسطن لأشارككم ما أعتقد أنه فهمي للوضع الحالي للعملات المشفرة مونيرو في الأساس تدار مثل جمعية خيرية لا توجد شركة وراءها ما في تعدين مسبق ولا توجد طرق احتيالية. تخلى الناس يثرون تم منح جميع عملات منيرو الموجودة في الماضي لعمال المناجم الذين كانوا يقومون بأعمال المحاسبة لدعم الشبكة تماماً كما هو الحال في بيتكوين لذلك فإن كل من بيتكوين ومنيرو لهما الجانب الإيجابي بعدم وجود شركة مركزية توجه الأمور لتحقيق الربح لا إنه مفتوح المصدر تماماً وتعدين قاعدي مجرد أشخاص عاديين يختارون تشغيل بعض برامج الشبكات الند للند على اجهزتهم والانضمام الى هذه المجتمع الذي يتشارك في نفس القيم حول ما يجب ان يكون عليه المال اجد مجتمع منير مثاليا وعلميا ومع ذلك فهو مرحب جدا الأجواء هنا مريحة جدا هناك الكثير من التفاخر بين بعض العملات الأخرى حيث يكون الناس نشطين جدا على تويتر ويريدون حقا أن يعرف الجميع أنهم الأذكى في هذا المجال هذا النوع من الأمور غائب بشكل منعش في مونيرو الأجواء هنا مريحة إنها الأشياء التي أحبها في سي 3 إنها مريحة هناك الكثير من الناس يسترخون وهذا النوع من الأجواء المشتركة والمريحة هو شيء لاحظته شخصيا في لقاءات مونيرو التي حضرتها في مختبر أبحاث مونيرو عندنا دكتوراه بدوام كامل يؤمون فقط بأبحاث التشفير هناك نوع من خط انابيب البحث حيث يتم اجراء العلوم البحته في مختبر ابحاث مونيرو ثم يتم اختبار تطبيقات الفكره الواعده ثم هناك عمليه تدقيق حيث نقوم فعليا بتوظيف مدققين خارجيين للنظر في تطبيقات الشيفره بمجرد أن تكون تلك الأمور كما تعلم نظيفة ننتقل إلى الإصدار لذا هناك بشكل أساسي خط أنابيب للتكنولوجيا من العلم إلى الهندسة يتم دفعه في الإصدار الفعلي لبرمجيات مونيرو الأساسية قاعدة بيانات بي هي آخر مثير للاهتمام على مدى تقدم مونيرو في الأيام الأولى لمونيرو كانت سلسلة الكتل بأكملها مخزنة في الذاكرة العشوائية لذا فإن هذا يحدد مدى كبر سلسلة الكتل الخاصة بك لتناسب الذاكرة العشوائية رام تم إضافة قاعدة بيانات بي التي كانت من ابتكار هاورد شو الذي يعتبر أحد المساهمين المتكررين ونوعا ما خبيرا في نظام لينكس مفتوح المصدر إلى مونيرو مونيرو يحتل المرتبة الثالثة بجهد المطورين الترتيب سيكون بيتكوين إيثيريوم ثم مونيرو يتضح أن حسنا في رأيي التطبيق القاتل لإجماع ناكاموتو هو المال لأن لديك سجلا من الندرة يتم مشاركته وما هو أكثر طبيعية من فكرة الندرة المشتركة من المال لكن يتضح أن الحصول على المال بشكل صحيح ليس بالأمر السهل يحتاج الأمر إلى التفكير فيه مثل هذه الأمور هل يجب أن يكون للمال تاريخ كامل خلفه أم يجب أن يكون قابلا للتبادل مثل هذه الفكرة الأساسية يجب اتخاذ قرار تصميم هندسي أساسي في وقت مبكر لأن التكنولوجيا اللازمة لإدخال القابلية للتبادل في مونيرو ليست بسيطة على الإطلاق لقد تم إضافة مونيرو منذ ست سنوات الآن وقد حقق تحسينات كبيرة في ذلك وبالنسبة لطريقة العقد الاجتماعي لا أستطيع أن أرى هذا يحدث في بيتكوين انها مجموعات عمل تطوعيه للتواصل مع المجتمع وكما قلت سابقا فان جميع التمويلات لدعم كل هذا تاتي بالكامل 100% من خلال هز الكوب وطلب التبرعات من الناس بدافع من كرم قلوبهم والاشخاص في مجتمع منير يقومون بذلك انهم في الواقع يتقدمون ويحققون هذه الامور ولكن اذا نظرت الى الميزانيه السنويه اذا كانت منير شركه وهي ليست كذلك ولكن اذا كانت منير شركه ونظرت الى ميزانيتها التشغيليه ستندهش من مدى ضالتها ومدى صغرها وذلك لان لديك اشخاصا مثاليين ومتحمسين يعملون على هذا المشروع بروح المصدر المفتوح الحقيقيه غالبا في اوقات فراغهم. إذا لتلخيص الأمر منير هو ما يعتقده المبتدئون في بيتكوين أنهم قد اشتروا لذا سأغير قليلا من دوري كما ذكرت كانت إحدى وظائف قبل أن أعمل بدوام كامل في مجال العملات المشفرة هي رئيس قسم الأبحاث في صندوق طحوط وبالتالي تبرز مسألة التفكير في العملات المشفرة كاستثمار وبالطبع بسبب هذه المكاسب المذهلة في سعر بيتكوين يتم مناقشته كثيرا أحد الأشياء الإيجابية في ثقافة مونيرو هو أنها عموما للحديث عن الأسعار والعوائد وارتفاع السعر إلى القمر آمل أن حسناً لدي بعض الخلفية في التمويل الأكاديمي، هناك ورقة بحثية شاركت في تأليفها حول تأثير السيولة على أسعار الأصول التي فازت بجائزة أفضل ورقة بحثية في التمويل التطبيقي وهذا يترافق مع جائزة نوبل التي شرحتها للتو، آمل إضافة لمسة أكاديمية على مناقشة المالية والاقتصاد مقبولاً من مجتمع منيرو. لكن الحقيقه هي ان هذا المشروع سيجذب المستثمرين سيجذب حاملي العملات إنها وسيلة حماية اجتماعية واقتصادية، لذا هناك الكثير من الاستثمارات، وهناك الكثير من صناديق الاستثمار المتداولة، إذا كنت تعتقد أن الشركات يجب أن تكون مستدامة بيئياً وأن مجالس إدارتها يجب أن تكون لديها سياسات رسمية تفرض الاستدامة بطريقة أو بأخرى، فهناك صناديق استثمار متداولة تستثمر فقط في تلك الشركات، أليس كذلك؟ لذا من الممكن أن تكون مستثمراً أيديولوجياً بشكل أساسي. لذا إذا كنت تهتم حقا بالاستدامة فهناك استثمار مناسب لك، أليس كذلك؟ إذا مثلما يقول التمويل الإسلامي فإنهم ليسوا مرتاحين لفكرة دفع الفائدة على القروض. عندك عندك مجموعة أخرى من التمويل الإسلامي استثمارات لا تتضمن دفع الفائدة على القروض. مونيرو اذا نظرت اليه من نفس الزاويه هو في الاساس وسيله حمايه مثاليه للاشخاص الذين لديهم خاصيتان احد الاسباب هو انهم قلقون بشان سوء الاداره والفساد البنوك المركزيه التي تدير العملات الورقيه وثانيا هم مضطربون بشده من حاله راسماليه المراقبه التي يتم فيها تسجيل كل شيء عن كل واحد منا طوال الوقت وسيبقى الى الابد وليس لدينا سيطره تذكر او اي سيطره على ذلك. يتم ذلك باسم الامن لكن للاسف اذا دفعت بهذا الخط بعيدا جدا فانك تتوقف عن ان تكون مجتمعا مفتوحا وحرا هناك اسباب جعلتنا في الغرب نضع حدودا على سلطات الحكومة وذاك بسبب الوعي بما يحدث عندما لا تكون هناك حدود لسلطات الحكومة لذا فإن مشروعا مثل مونيرو هو وسيلة حماية إنه في الأساس نوع من أضع أموالك حيث تكون آراؤك للأشخاص الذين لديهم مشاعر قوية حول هذين النقطتين إذا سيساعد في جذب المستثمرين قانون غريشام هو مفهوم اقتصادي ينص على أن أفضل شكل من أشكال المال يتم تخزينه لذا يحتفظ الناس بأفضل أنواع المال ويستخدمون الشكل الأدنى من المال للإنفاق الأشياء الجيدة سيحتفظون بها هذه هي قانون غريشام لذا مع مونيرو يحدث هذا غالبا كان الكثير من الناس في مونيرو سابقا في بيتكوين ولكن الان كلما تعاملوا مع بيتكوين يجدون ان عقولهم مشغوله بكل هذه المخاوف بشان امكانيه تتبع المعاملات وهكذا لذا من المنعش ان تاتي الى مونيرو حيث لا داعي للقلق بشان ذلك لان العمله قابله للتبادل فعلا لانها متبادله تصبح شكل افضل من المال المخزن وفقا لقانون جريشام هذه ميول اخرى ستحدث حيث يرغب الناس في الاحتفاظ بمونيرو وإنفاق الأشياء الأخرى ضرائب الأرباح الرأسمالية في أمريكا وأعتقد في ألمانيا أيضا إذا كنت تحتفظ بأصل لأكثر من عام في ألمانيا فلا تدفع ضرائب على الأرباح الناتجة عنه هل هذا صحيح في ألمانيا؟ ببساطة يعزز قانون الضرائب النظر إلى مشاريع العملات المشفرة التي تتمتع بالصلابة ولها سبب حقيقي للوجود وبالتالي فإن ذلك سيجذب أيضا أموال الاستثمار إلى مونيرو السؤال هو هل يمكن لهؤلاء المستثمرين الجدد الاندماج في المجتمع؟ لذا جزء مما افعله كمستشار هو انني احاول ربط هذه العوالم، احاول ان اتناول هؤلاء المستثمرين الجدد الذين قد يكون ميلهم هو الرغبه في التحدث الى مدير منيرو واجراء حديث معهم حول جدول الاصدارات، ويريدون هذه وهذه وهذه الميزه مدمجه في القادمه كما تعلم. مثل هذه العقليه بالكامل التي تقول انني املك بعض الرموز. وبالتالي أنا زبونك وعليك أن تفعل ما أقول، وهو بالطبع ما يسقط تماما في أي مشروع مفتوح المصدر. هذا ليس كيف، تحدث التغييرات في لينكس، لا أحد يذهب إلى لينوس ويقدم مطالب نهائية حول ما يريدون رؤيته في الإصدار القادم. لذا بشكل أساسي، الشيء الذي أفعله هو محاولة ربط هذين العالمين عالم الاستثمار التقليدي وعالم العملات المشفرة مفتوحة المصدر الذي يحيط بنا هنا شيناتش أن المستثمرين المجتمعيين هم من مجموعة المستثمرين اللي يمكن أن يكونوا أعضاء ذوي قيمة في المجتمع بدلاً من أن يشعروا entitlement ويفكروا أنهم زبائن سيتخذون الموقف بأنهم يساعدون في تحمل المخاطر المالية نيابة عن المشروع. سيفعلون أشياء مثل الاحتفاظ بعملاتهم بأنفسهم وعدم تركها على المنصات، يترك الكثير من الناس عملاتهم المشفرة على المنصات، تتعرض المنصة للاختراق فيفقدون أموالهم. إذا كانت الأموال في البورصة بدون مفتاح خاص فهي ليست عملتك هي سند دين مقابل العملة وهناك نوع من القائمة للجوانب التي أعتقد أنها مناسبة لتكون مستثمرا قويا في مجتمع مونيرو من الأمور التي يجب القيام بها أيضا التأكد من وجود هياكل قانونية مناسبة حول ملكية الفرد للعملات المشفرة. لذا فإن أحد الفئات الفرعية من عالم التمويل التقليدي ساعدت في ربطها بالعملات المشفرة هو مجال الصناديق الاستئمانية. في نظام قانوني مثل ألمانيا قد يكون مفهوم الثقة غريبا بعض الشيء لانه ياتي من القانون العام الانجليزي، لكن الفكرة هي ان الثقة هي كيان قانوني، انها مسألة قانونية انها تشبه نوعا ما الشركة لكنها فئة مختلفة من الهيكل القانوني. الثقة هي نوع من الحاوية للاموال التي يرغب المانح في منحها للمستفيدين ولكن ليس على الفور لذا هناك ثلاثة أشخاص معنيون في الأساس، هناك مانح إنشاء يمتلك ثروة ويريد نقلها إلى المستفيدين ليس بشكل مباشر، يريدون تحويل الأموال لصندوق ائتماني. لذا ما بيعمل المانح على وضع قواعد الثقة؟ ثم نقل الملكية إلى الثقة. كجزء من الوثيقة اللي تحدد الصندوق الاستئماني، عندك قائمة بالمستفيدين اللي يمكن أن يستفيدوا في النهاية من الملكية. ثم عندك طرف ثالث وهو الامين، الامين هو المالك القانوني للاصول اللي تم وضعها في الصندوق الاستئماني لكن الملكيه القانونيه تاتي مع شروط لا يمكن للمالك القانوني ان يفعل ما يشاء بالعقار يجب عليهم اتباع التعليمات الموجوده في وثيقه الصندوق الاستئماني لذا في الواقع هذا ما قد يفكر فيه الاشخاص في مجال العملات المشفره على انه عقد ذكي انه نوع من العقد القانوني التقليدي القديم وإذا كنت حذرا نوعا ما بشأن الاختصاصات التي تضع فيها اللاعبين المختلفين في الصندوق الاستئماني، فهناك مزايا يمكن الحصول عليها والتي تعتمد بشكل كبير على الاختصاص، هي من المستحيل تماما بالنسبة لي أن أوضح ذلك بسبب تعقيد هذا الأمر، لكن الفوائد المحتملة هي تقليل الضرائب بشكل قانوني. الحمايه من التعرض للدعاوى القضائيه، لذا اذا كانت الاموال في صندوق استئماني فهي لم تعد اموال المانح، بعد الان لم يعد مال مالك الثروه، انه مال الصندوق الاستئماني. اذا قام شخص ما بمقاضاه مالك الثروه فان الثروه ستختفي، لم تعد لهم انها تعود للصندوق الاستئماني. ثم هناك قوانين الصناديق الاستئمانيه التي تحمي تلك الاموال من الدعاوى القضائيه، لذا يعتقد معظم الناس حسنا تعرف من انا في خطر منخفض مثل انني شخص لطيف، لا اؤذي احدا ولا احد سيتهمني، لكن هناك استثناء واضح لذلك وهو الطلاق، لذا يتعرض الناس بانتظام للسرقه من قبل اشخاص تزوجوا بهم. مؤخرا فقط واتضح ان الصناديق الاستئمانيه غير القابله للالغاء التي تم انشاؤها قبل الزواج يجب ان تتم قبل الزواج والا فلن تحتسب، لكنها واحده من الاشياء القليله التي يمكن ان تصمد امام التحديات، صحيح. وايضا الخصوصيه القانونيه المعززه، لذا اعتمادا على الاختصاص القضائي الذي تضع فيه الصندوق الاستئماني يمكنك الاستفاده من الخصوصيه المعززه التي تحمي تلك الاصول. لذا بالنسبة للأشخاص اللي ليسوا أمريكيين قد تكون على علم بذلك أو لا، لكن هناك نوع من القول في تخطيط التركات وإدارة الثروات بأن أمريكا هي سويسرا الجديدة. وهذا لأن أمريكا لديها قوانين غير متكافئة، تمتلك أمريكا قانوناً يسمى قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الذي أقره أوباما والذي يتطلب من المؤسسات المالية العالمية إرسال بيانات عن الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لهذا السبب من شبه المستحيل ان يحصل الامريكي على حساب مصرفي الماني لان الحساب المصرفي الالماني سيتطلب مجموعه من متطلبات الابلاغ المرهقه لمصلحه الضرائب الامريكيه لاستيعاب هذا العميل الامريكي آه صحيح لذا هذا هو السبب في ان الامريكيين يواجهون الكثير من المشاكل عندما يسافرون الى الخارج للعمل ردا على ذلك ابتكرت الدول الأخرى في العالم ما يسمى بالمعيار المشترك للتقارير وهو ما يعرف بـ CRS الفكرة هي نفسها مثل الألمان كما تعلم على سبيل المثال تريد إحدى الحكومات الأوروبية التأكد من أن مواطنيها لا يحاولون إخفاء الأموال في أستراليا أليس كذلك؟ لذا وقعوا على هذا مثل الاتفاق بين جميع هذه الدول لتبادل المعلومات المالية مع بعضها البعض للتأكد من أن لا أحد يخدع في ضرائبه أليس كذلك؟ لذا هناك مجموعة من الدول التي وقعت على هذا النظام لكن امريكا ليست واحدة منها. وهكذا تكمن عدم التوازن حيث ان المواطنين الامريكيين الذين يقومون باعمال تجارية مشروعة في الخارج يتم ارسال كل تلك المعلومات الى مصلحة الضرائب الامريكية لكن بالنسبة للشخص غير الامريكي الذي ينظم شؤونه المالية في الولايات المتحدة لا توجد التزامات تجاه الولايات المتحدة لارسال المعلومات مرة اخرى الى الوطن لذا يقال ان امريكا هي سويسرا الجديدة الزلاجات الصغيرة تهتز على سطح الماء كل زلاجة تنتج قواعدها الخاصة ومجموعتان من الفتحات فوقها الان تم اخراج الزلاجات عن التناغم مثل الزلاجات الصغيرة تتحرك بهدوء بشكل عام إنهم يهتزون في طور مضاد وينتجون نمطا مختلفا عند التوافق ينتجون نمطا مثل هذا خارج الإطار النمط هو كما يلي حسنا هذا نوع من التعقيد لكن هذا يظهر الدرجة التي تتعلق بها التقلبات الشهرية لمونيرو مقابل التقلبات الشهرية لبيتكوين مقابل التقلبات الشهرية لسوق الأسهم الأمريكية وسوق السندات الأمريكية وذهب أليس كذلك؟ لذا على سبيل المثال هذه المربعة هنا تظهر تقاطع مونيرو وبيتكوين صحيح؟ على هذا المحور ترى عائد مونيرو على هذا المحور ترى عائد بيتكوين يمكنك ان ترى انه في الاشهر التي تحقق فيها مونيرو اداء جيدا يميل بيتكوين ايضا الى الاداء الجيد لديك النمط هذه العلاقه هنا التي يمكنك رؤيتها يمكنك ايضا ان ترى ان هناك بعض الاشهر الشاذة للغاية لمونيرو في الاتجاه الايجابي في هذا الشهر بالتحديد تضاعف مونيرو اه بشكل اساسي اربع مرات في شهر واحد أو لذا فإن جزءا من امتلاك العملات المشفرة هو أنك على هذه الأفعوانية المجنونة ويجب أن تكون قادرا على التعامل مع ذلك ما يظهر هذا هو أن هناك علاقة بين عوائد مونيرو وبيتكوين هذا معامل ارتباط سيروب بابا ارتباط واحد واتسي يعني ارتباطا تاما يرتفعان وينخفضان معا السالب واحد وهو العكس إذا ارتفع أحدهما ينخفض الآخر لذا في نظرية المحفظة الحديثة وهذا ينطبق أيضا على محفظتك الشخصية من الجيد التفكير في حال كان لديك أصلين تتوقع أن يحقق أداء جيدا في المستقبل وهما غير مرتبطين بعبارة أخرى عندما يرتفع أحد الأصول يكون الآخر ثابتا أو قد ينخفض الآخر بعباره اخرى فان التقلبات اليوميه لهذين الاصلين المختلفين تميل الى الغاء بعضها البعض اذا كانت لديك تلك الحاله فان انشاء محفظه من هذين الاصلين سيؤدي الى تحسين تقلباتك حيث ستنخفض لان المكونات التي تضيفها غير مرتبطه اليس كذلك لذا فإن هذا أمر مهم جدا لمستثمري وول ستريت لأنه يتبين أن هيكل الارتباط يميل إلى أن يكون أكثر موثوقية وطول أمد من (ام) توقعات الأداء المتفوق. لذا فإن هياكل الارتباط تميل إلى الاستمرار. لذا فإن وول ستريت تبحث دائما عن مصادر غير مرتبطة آه، أ، أ. على سبيل المثال إذا نظرت إلى ارتباط منير بالأصول التقليدية مثل سوق الأسهم الأمريكية فإننا نجد صفر. لذا من الجيد التفكير في أن تجميع الأصول التي تتحرك بطرق مختلفة يمكن أن يكون قوة إيجابية لمحفظتك بشكل عام. الآن مرة أخرى كما ذكرت هذا يتحدث فقط عن هيكل الارتباط هذا يشبه الصعود والهبوط هذا لا يتحدث عن ما إذا كان السعر سيرتفع في المستقبل هذا سؤال مختلف لذا دعني أظهر هذا ثم أنهي أعتذر لقد تجاوزت الوقت لكن أعتقد أنه لا يوجد أحد بعدي سأحاول أن أجعلها سريعة لذا أعتقد أن ما أظهره هنا هو الرسم البياني الوحيد لأسعار الأصول الذي تحتاجه وهذا هو منظور طويل الأجل جدا لذا هذا يظهر من بداية العملات المشفرة في 2009 حتى 2020 هذه 11 عاما من التاريخ وأنت نادرا ما ترى هذا في مدوني العملات المشفرة الأشخاص على يوتيوب الذين يتحدثون عن العملات المشفرة دائما ما يركزون على ما حدث بالأمس إنه تشتيت تماما لأي شخص لديه نظرة طويلة الأجل لذا أود أن أقترح أنه عند النظر إلى العملات المشفرة كأصل يجب توسيع الرؤية أفقيا وعموديا لذا ما أظهر هنا كل من هذه الأقسام هو عامل عشرة أليس كذلك؟ لذا هنا لدينا سنت واحد دولار واحد وعشرة آلاف دولار لذا هذه استثمار أولي بقيمة يورو واحد يتحول إلى عشرة ملايين يورو هذه هي النسبة وعلى هذا النطاق تختفي جميع هذه الارتفاعات والانخفاضات التي تبدو كبيرة على سبيل المثال دعونا ننظر إلى ستاندرد أند بورز 500 سوق الأسهم الأمريكية إذا كنت متورطا على الإطلاق في سوق الأسهم فأنت تعرف أن ديسمبر 2019 كان شهرا جيدا جدا أليس كذلك؟ نتحدث عن ارتفاع بنسبة 15%، وهو أمر كبير حقاً بالنسبة لسوق الأسهم. لكن إذا نظرت إلى هذا على هذا المقياس فإنه يبدو كبيكسل، لذا أعتقد أن هذا يبرز القرار الذي يتخذه أي شخص عند التفكير في العملات المشفرة كاستثمار محتمل. إنه نوع من الأطفال لا يزال طفلا إنه مذهل لأنه ارتفع بمقدار كبير ومع ذلك مقارنة بأصول أخرى لا يزال الأمر في بدايته هذا الرسم البياني التالي يظهر ذلك ما فعلته هنا هو أنه من الصعب فهم إذا قال لك شخص ما إن سعر بيتكوين هو سبعة آلاف دولار من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك مرتفعا أم منخفضا صحيح مثل من يعرف الأمر كله نوعا ما صعب جدا في الفهم لأنه مجرد بيتكوين واحد ومن الصعب وضع ذلك في سياق لذا ما فعلته هنا هو أنني أخذت قيمة جميع بيتكوين الموجودة صحيح لذا بدءا من بداية بيتكوين مع مرور الوقت تم منح المزيد من بيتكوين للمعدنين لذا كان هناك المزيد من بيتكوين الموجودة وكان السعر يتقلب أليس كذلك؟ لذا أضرب عدد بيتكوين الموجودين في السعر الحالي وهذا يعطيك القيمة السوقية. ما فعلته هو أنني قسمت ذلك على قيمة. كل الذهب الموجود فوق الأرض في العالم. لذا فإن كل الذهب الذي تم استخراجه بالفعل من الأرض ويقع في خزائن حول العالم والذي تملكه في الغالب الحكومات المركزية. ولكن هناك أيضا كمية جيدة منه في المجوهرات وهناك تقديرات لذلك لذا بشكل أساسي تقديرات لمدى وجود الذهب في العالم في أي وقت لذلك قمت بقسمة قيمة جميع بيتكوين في العالم على قيمة جميع الذهب في العالم لقد قمت بذلك لمدة 11 عاما لذا ما يمكنك رؤيته هنا هو أن القيمة الحالية لجميع بيتكوين في العالم تبلغ حوالي 1% من قيمة جميع الذهب بعبارة أخرى فإن كل الذهب يساوي مئة مرة ما تساوي كل بيتكوين وإذا قمت بذلك بالنسبة لمونيرو فإن هذه المقارنة قد تكون أكثر ملاءمة لمونيرو لأنه عندما تقلب قضيب الذهب لا ترى قائمة بكل من امتلك ذلك القضيب من الذهب أنت ترى فقط الذهب لذا فإن مونيرو يعمل أكثر مثل الذهب الفعلي مقارنة ببيتكوين لذلك من المنطقي أكثر أن نضع نسبة لجميع مونيرو في العالم كم تساوي تلك القيمة؟ أقسم ذلك على قيمة جميع الذهب في العالم إذا فعلت ذلك فنحن نتحدث عن واحد من مئة في المئة لذا هذا ما أعنيه عندما أقول إن هذه الفئة من الأصول طفلة لا يزال الوقت مبكراً قد تسير الأمور بشكل جيد وقد تسير الامور بشكل خاطئ. قد يكون هناك خطا لا يعرفه احد، قد تكون هناك اجراءات حكوميه والتي يقلق بشانها الكثير من الناس اعتقد بشكل مفرط لانهم اعتقد ان المهووسين يميلون الى التفكير في الحكومات كانها مشرفي ريدت الذين لديهم فقط قوه فرض وهذا ليس حقا كيف تعمل الحكومات، الامر اكثر تعقيدا قليلا. وإذا حدث حظر غير عادل فقد تطلب أشياء مثل المحكمة العليا لتحديد ما إذا كان على سبيل المثال لدى الأمريكيين حق أساسي في إجراء معاملات قيمة بطريقة خاصة. قد تكون هذه قضية قانونية تظهر في المستقبل يقدمها أشخاص يهتمون حقا بالخصوصية كحق إنساني أساسي. لكن سأترككم مع ذلك وشكرا على انتباهكم